السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة طلاب الصف السابع، أهلا وسهلا بكم مع درس أوران وأورانت. تمارين من هذا الدرس، الصفحة كم؟ الصفحة 152 من كتاب الرياضيات. طيب، أسئلة تحتاج إلى شرح. ماذا يقول؟ أشادك سورو لاردا في الأسئلة التي في الأسفل، دور جوابا للآيت سيشنك، سيشنك الخيار العائد إلى الجواب الصحيح، إشارة لينز أشير عليه. السؤال الأول يقول لنا إسطنبول إلى جبزة أرس كيرك بيش كيلومتر در، هذه المعلومة الأولى. إسطنبول إلى جبزة أرس كيرك بيش كيلومتر، ما بين إسطنبول ما بين جبزة 45 كيلومتر. بو أوزاكلك، بو أوزاكلك بير بلو بيش يوز بين ölçekli bir haritada kaç santimetredir? السؤال كما قلنا من درس النسبة والتناسب، أظن أنه سيكون سهل جدا جدا. عندنا خريطة، مقياس الخريطة 1 على 500 ألف، دائما مقياس الخريطة 1 يعني 1 سنتي، على 500 ألف يعني 500 ألف سنتي، يعني كل 1 سنتي على الخريطة يمثل 500 ألف سنتي عرض الواقع. 500 ألف سنتي يعني 5 كيلومتر، 500 ألف سنتي، 100 سنتي تساوي 1 متر، يعني هذه 500 تساوي 5 متر، والألف 5000 متر، يعني ماذا؟ 5 كيلومتر. طب كل 1 سنتيمتر على الخريطة يساوي 5 كيلو، تمام؟ البعد بين إسطنبول وجبزة 45 كيلو، فعلى الخريطة كم راح يكون؟ إذا قلنا كل سنتي هو 5 كيلو. طيب شو السؤال؟ بير هاريطا كات سنتيمتر در، كم البعد كم سنتي؟ طب نحط على الخريطة 1 سنتي عرض الواقع 500 ألف، عرض الواقع 45 كيلومتر، يعني 45 100 ألف، 45 3 5 أصفار كيلومتر، إذا نحول للسنتيمتر بنحول بنحط جنبه 5 أصفار، 45 كيلومتر بنحط جنبها 5 أصفار، كم هي على الخريطة؟ الضربين تحاصل ضرب الطرفين بالوسطين، يعني نكتبها كتابة، سأحاول أن أكتبها. ننظر هل يوجد خيار الفرشاة؟ هذا خيار الفرشاة صار عندنا، نعم. تراجع، قلنا 1 كيلومتر 1 سنتيمتر يساوي عرض الواقع 500 ألف، صفر 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 صفر، هيك خط ما بمشي الحال. نعيد، تراجع، بدنا نكتب بخط أصغر. 1 على الخريطة يمثل على أرض الواقع كم؟ كم؟ 500 ألف. 5 نكتب بالعربي، 0 0 2 3 4 5. طيب على أرض الواقع هلا هو كم؟ 40 45، 40 45، 45 كيلومتر، يعني كم؟ نحط جنبها 5 أصفار حتى تصير صناطي، 45. هذا شو يساوي؟ على الخريطة هو المجهول إكس، ثم نقول الطرفين بالوسطين، يعني إكس يساوي 1 ضرب 45، 5 أصفار تقسيم 5، يعني 1 ضرب هذا تقسيم هذا بيطلع إكس. أنا بحط هيك، طيب كيف 1 ضرب 45 ضرب 411 ملايين و500 ألف تقسيم 500 ألف بيطلع الجواب. فالصفر الأول بيروح الصفر، الصفر الثاني بيروح الصفر، الصفر الثالث بيروح الصفر، الصفر الرابع بيروح صفر، الصفر الخامس بيروح صفر، تبقى 45 تقسيم 5، 5 ضرب 6 45، 5 ضرب 9 45، فالجواب 9 يجب أن يكون. ننظر هل يوجد خيار 9؟ الجواب إذن أنتم يجب أن تحلوها، لكن للتوضيح أنا حللتها. المسألة التالية تشبهها كثيرا، لذلك سأترك لكم الحل. تقول المسألة الثانية،
إسطنبول بوازنن أزنلو طول بواز إسطنبول يقلشك تقريبا 30 كيلومتردر. البواز يعني المضيق تبع إسطنبول طوله تقريبا 30 كيلومتر. طيب بير بلو الليبين ölçek bir harita. Oranın da küçültülerek, oranın da bir hennesine küçültülerek sayısı var. Çizilmiş bir resimde ala resmi bu uzaklık kaç santimetredir? Bu uzaklık kaç boyut kaç santimetre? Yani عندنا البغاز طوله 30 كيلومتر. رح نعمل كل رح نرسم رسمه كل سنتيمتر في الرسمه كل سنتيمتر في الرسمه يمثل 50,000 سنتيمتر. فكم سيكون طول البغاز في هذه الرسمة؟ أيضا كما حللنا سابقا نشغل هذه. نعم في كل واحد سنتيمتر يمثل 50 هكذا تكتب مسح يمثل 50,000 50 واحد اثنين ثلاثة. فإذا كان عندنا كم طول البواز طوله على أرض الواقع هذه 50,000 تمثل أرض الواقع طول البواز على أرض الواقع 30 كيلومتر. 30 كيلومتر حتى نحولها للسنتي نضعه بقربها كم صفر؟ 5 أصفار. واحد يوجد صفر واحد، صفرين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فستمثل على أرض الواقع كم إكس؟ إكس يساوي 1 ضرب 300,000 تقسيم 50,000. يعني 1 ضرب 300,000 تقسيم 50,000، يعني هذا سنقسمه على هذا لأن 300,000 تتغير بضربها الواحد. ف300,000 تقسيم 5 نعم هذا صفر يذهب بصفر، والصفر هذا يأخذ معه هذا، الصفر هذا يأخذ معه هذا، والصفر هذا يأخذ معه هذا. تبقى 30 تقسيم 5. 5 ضرب كم 30؟ 5 ضرب 6 30. يوجد 6. إذا الجواب 60. ربما أكون قد أخطأت في الأصفار، أضفت صفرا معينا لأن الشاشة صغيرة ولا أستطيع الكتابة براحتي. المهم يعني هذه هي طريقة الحل باختصار. السؤال الثالث والرابع ثم نتوقف. السؤال الثالث يقول لنا بايبورت اسم مدينة. هذه هي بايبورت، وينها؟ من العلماء اسمه البايبورتي. مدينة بايبورت. بايبورتون يوز ölçümü yaklaşık 4000 kilometredir. يوز ölçümü مساحة سطح بايبورت تقريبا 4000 كيلومتر مربع. بير بلو يوز بين ölçekli بير خريطة. خريطة مقياسها 1 على 100,000. بو إليميزين ألانا مساحة هذه المدينة كاتش متر كرادر كم متر مربع؟ طيب هي 4000 كيلومتر مربع. 4000 كيلومتر مربع يعني كم سنتي؟ 1 سنتي يساوي 100,000. ف 4000 كيلومتر 1 سنتي 100,000. تحت ال 100,000 نضع ال 4000 كيلومتر مربع تساوي كم سنتي؟ تحت ال 1 نضع المساحة المطلوبة وهي x. فيكون عندنا ماذا؟ الجواب. ما هو الجواب؟ أحد الأجوبة هذه. السؤال الرابع عندنا أيتان تيزه الخالي أيتان ترهانة هزر لاركن وهي تحضر الطرحانة اسم طعام بين 600 جرام أون 1600 غرام قمح يعني كيلو 600 غرام أونا للقمح أون قمح أونا للقمح 400 غرام سوزما يورت يعني لبنة قد ما تقدر تضيف. يعني وهي عم تحضر هذا طبخة الطرحانة ايه بتحط طحين بمقدار 1600 غرام
بتحط معه 400 غرام، كل 1600 غرام بتحط له 400 غرام لبنة. طيب شو السؤال؟ بنجر بناء على هذا أون كيلوغرام أون 10 كيلو قمح كل نرسة إذا استعملت، 10 كيلو قمح كاتش غرام سوز مايورت كل نر كم غرام؟ كاتش غرام ما هيك؟ كاتش غرام أون كيلوغرام أون، إذا تستخدم 10 كيلوغرام كاتش غرام كم غرام لبنة تستعمل؟ يعني على 1600 غرام 400 غرام، 1600 غرام قمح 400 غرام سوز مايورت، فاجت جابت قمح 10 كيلو، 10 كيلو بنحولها للغرام بتصير 10 وجنبها 3 اصفار لان كل كيلو يساوي 1000 غرام، بتصير 10000، 1600 400 10000 اكس، حاصل ضرب الطرفين بالوسطين ويخرج معكم الجواب. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل شرحها وتوضيح كيفية حلها. دراسة موفقة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.